ووزارة الزراعة قالت إنه مصر صدرت 350 منتج زراعي جديد ل150 دولة العام ده، بعد طبعا ما اشتغلنا في زيادة الرقعة المنزرعة، استخدمنا أساليب جديدة للري، زراعات بطرق حديثة ومختلفة، كل ده زود حجم الإنتاج الكلي للمحاصيل الزراعية، فبالتالي ابتدينا نشتغل على مسألة الأمن الغذائي وتوفير الغذاء للمواطنين، وقد إيه دي مسألة أمن قومي تؤثر على الاقتصاد المصري وتؤثر على القرار المصري واستقلالية القرار المصري. معنا دلوقتي على الهاتف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. احنا بنتكلم على 350 منتج زراعي دخلوا 150 سوق وصادرات يعني يتغير شكلها، لو حضرتك تقول لنا ابرز المنتجات المصدره، ولو في منتجات ما كناش بنصدرها قبل كده بقينا بنصدرها، وكمان ابرز الاسواق اللي دخلناها ما كناش موجودين فيها قبل كده. يعني اول حاجه اشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. والحقيقه احنا شايفين اهتمام كبير من الدوله بتطوير قطاع الزراعه، شفنا توسعات بتحدث، شفنا مشروعات قوميه بتنفذها الدوله لزياده المساحه المنزرعه، مشروعات متعدده بتغطي كل انحاء الجمهوريه، ايضا تطوير للاراضي القديمه اللي احنا كنا بنزرع فيها، وتطوير لانتاجيه الفلاح وانتاجيه الفدان وانتاجيه وحده الميه، وبالتالي ده كله بينعكس في زياده حجم المتاح من المنتجات الزراعيه بمختلف انواعها. ولما بنقول زراعيه يعني بنقصد انتاج نباتي وانتاج حيواني وانتاج داجيني وحتى الانتاج السمكي كمان، وبالتالي بقى في فرص تصديريه موجوده، لان احنا بنصدر ما يفيد عن احتياجات المواطن المصري، وبالتالي اصبح هناك فرص تصديريه. فدايما كنا بننسق مع مختلف دول العالم وعندنا تنسيق مستمر، وزي ما حضرتك بتسالي الاسواق الجديده احنا بنتكلم في اسواق عديده تم فتحها مؤخرا، هنلاقي السوق الياباني، السوق الباكستاني كان من اواخر الاسواق اللي تم فتحها، عندنا السوق الصيني، الاتحاد الاوروبي، الدول الامريكتين، فالحياه تنوع كبير جدا، تقريبا كل قارات العالم بتستورد الصادرات الزراعيه المصريه، وعندنا تفوق الحياه في عدد كبير من المنتجات الزراعيه زي البرتقال مثلا بيشهد طفره كبيره. الموالح اعتقد متصدره لقائمه الصادرات، ومن بعدها يمكن البطاطا او البطاطس. طبعا، والبطاطس كمان عامله السنه دي طفره كبيره الحقيقه في حجم الصادرات، يمكن حدث تضاعف في حجم الصادرات من البطاطس بكم كبير. الفراوله المجمده ايضا في جزء كبير منها صادرات، وصادراتنا كبيره فيها بشكل كبير، وايضا البصل والثوم من المنتجات اللي بيتم تصديرها بشكل كبير. فاحنا عندنا تنوع الحقيقه، ودايما حريصين، والحجر الزراعي المصري بيقوم بجهد كبير للتنسيق مع مختلف دول العالم، بالتعاون بقى مع الغرف التجاريه واتحاد المصدرين المحاصيل البستانيه والعديد من الجهات المعنيه، علشان يكون في تعاون اكبر ويكون في تنوع اكبر، ويكون في السوق اللي بيستورد مننا منتج معين ياخد باقي المنتجات، ويبقى في شراكات دوليه متعدده مع العديد من دول العالم. فالحقيقه كان في اهتمام واضح جدا بتعظيم القطاع الزراعي وتعظيم اثار القطاع الزراعي على الاقتصاد الكلي للدوله المصريه، والحمد لله نتيجه هذه الجهود بدانا نشوفها وبدانا نلمسها. وبنؤكد دايما زي ما السيد الرئيس بيقول، احنا عايزين الفلاح يعيش حياه كريمه والمواطن يشعر بالامن الغذائي. طيب دكتور محمد، يمكن اللي يهم المواطن اكتر من الصادرات، ولو ان طبعا الصادرات ليها البعد الاقتصادي الاهم، لكن وفره المنتجات الزراعيه داخل الاسواق المصريه والاسعار انها تكون مناسبه، ومساله تحقيق الاكتفاء الذاتي. هو طبعا احنا لما بنقول في صادرات ده معناه ان احنا قادرين نحقق الاكفاء الذاتي من هذه المنتجات، لان احنا بنصدر ما يفيد عن احتياجات المواطن المصري. احنا عندنا تقريبا الحمد لله معظم محاصيل الخضر والفاكهه عندنا فيها اكفاء ذاتي، قدرنا نوصل لنسب عاليه جدا من الاكفاء الذاتي في الارز، في مصادر البروتين من اصل حيواني بمختلف اشكالها، سواء الانتاج الداجيني او بيض المائده او الاسماك او حتى الالبان، ايضا اللحوم عملنا فيها طفره كبيره جدا في حجم الانتاج، وصلنا يمكن نسب الاكفاء الذاتي تجاوزنا 60% منها. فالحقيقه عندنا في حجم الاكفاء الذاتي حدث تطور كبير جدا في والقمح يا دكتور وضعه ايه واحنا بنتكلم عن ازمه غذاء عالميه طبعا؟ يعني الحقيقه القمح احنا الموسم الماضي كان موسم استثنائي في حجم المساحات المزرعه والاراضي المزرعه للقمح، احنا تجاوزنا 3,659,000 فدان العام الماضي. العام ده الدوله حددت قبل موسم الزراعه بشهرين، حددت سعر استرشاد لتوريد القمح وهو 1000 جنيه، وده رقم الحقيقه وده بيفرق كتير مع الفلاح. طبعا ده زياده دخل كبيره للفلاح، وكمان بنوفر تقاوي معتمده، احنا ضاعفنا حجم الانتاج من التقاوي بشكل كبير جدا، ووفرناها في كل المحافظات وعملنا لها الخريطه الصنفيه علشان نضمن اعلى جوده انتاجيه واعلى كم في الانتاج للفلاح المصري، وبالتالي يعظم من انتاجه ويعظم من عوايده. فده بقى موجود، وعندنا كمان سياده الرئيس وجه
بتوجيه واضح جدا ان احنا نعيد تقييم الاسعار الاسترشاديه عند موسم الحصاد علشان نضمن للفلاح اعلى مستوى من الدخول، وده بيؤكد ان اهتمام الدوله واضح جدا بالمحاصيل الاستراتيجيه، واضح جدا بمحصول القمح، ايضا باقي المحاصيل الاستراتيجيه زي فول الصويا، زي الذره، زي عباد الشمس، زي البنجر، القصب، كل هذه المحاصيل الهامه الدوله بتطبق عليها منظومه زراعه تعاقديه، بل في بعض الاحيان الدوله نفسها بتخش كمشتري من الفلاح علشان تضمن تفعيل منظومه الزراعه التعاقديه بشكل كامل، وبالتالي ده كله في النهايه بينصب في مزيد من الانتاج، مزيد من الاطمئنان للفلاح لزياده المساحات المنتجه عنده، وكمان مزيد من الامن الغذائي للمواطن المصري، ومزيد من الاتاحه امام المواطن المصري، وبالتالي يحدث مزيد من استقرار الاسعار في الاسواق المصريه. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه، شكرا جزيلا على وجودك معنا.